مرحبا. اليوم شفت شاب منزل ستوريز عم بيساعد بنت لتطلع من قضية تحرش، حدا شاب متحرش فيها على الانستا وعم تطلع منها، وهي مش أول مرة بشوف هيك ستوري ولا أول مرة بشوف ابن حلال هيك عم بيساعد. بس نحنا بمطرح كتير بشع، نحنا بالقرن 21 اللي هو قرن التطور تكنولوجيا، بس ولحد معين نحن ما تطورنا أكتر من هيك. نحن مستحيل نتطور بالمجتمع بالمبادئ، لا نحن بس تكنولوجيا. فكرة من الموضوع كله إنه في شيء اسمه تحرش لفظي عم بصير على مواقع التواصل الاجتماعي، من فيسبوك لإنستا، لأنه واتساب مش كل بنت بتعطي رقمها، ومش كل الشباب معهم رقم كل البنات، فعلى أكتر عم بصير انستا وفيسبوك. الموضوع مهم يعني. وصلنا لمطرح شاب بفوت، رغبته زايدة اليوم كتير كتير عباله، بفوت عن بنت عمرها من الـ14 للـ18، لأنه ما فيش بنت واعي بفوت بيحكيها هيك، بيعرف هو إنه ما حيقدر يعمل معها شيء لأنه هي واعية. بفوت لعندها بمنطق انه طيوبة وحلوة ومهضومة وغزل رايق، بنت بتحب هالشي انه هو عم يعطيها مثل motivation هيك شي انه هي حلوة، لانه المجتمع كتير كله تحطيم. ف بعد كم يوم بتزيد شوي الغزل تبعه، بزيد شوي، بصير بجسمها بلا توصيري، بيوصل لمطرح بيصير كتير يزيد عليها. هي بدها تطلع، فيها تطنشه، فيها تقطشله، فيها تسكته وتبطل يعني هيك تجادل معه بالموضوع، انه خلص انت ما لك مطرح عندي، انت انسان بلا اخلاق، انا ما بدي اكون مع، انا ماني هيك. سو البنت يا اما بتقطش له وبتقطش لكل الشباب، لانه خلص صار عندها فوبيا من هالموضوع. بعد كذا مره شاب فات حكاها وحكاها نفس الموضوع، لانه عنا كتير عم يزيدوها يعني. بعد كذا مره البنت حست حالها انه خلص انعدمت اجتماعيا، بطل فيها ترد على ولا شاب، لان مش عارفه اذا هالشاب هيك ولا هالشاب هيك، فاتت بدوامه يعني بمعنى اوضح، او انه بيضحك عليها، شارع عم بيضحك عليها، بيستغبيها، بيقول لها انت رديت علي، ما انت بدك هيك، وانت بدك هيك، وكل شاب بده هيك، كل صبيه بدها هيك، ونحن بنوصل لمطرح بنكون ثلاثنا عندنا رغبه، وبيقعد يقنعها اكثر من ساعتين، اكثر من ساعتين يقنعها بالموضوع. يا اما هي بتكون غبيه شوي بمطرح معين، ما انا متفتحه، مش الغبا مش غلط، الانسان بده يتسقف، ما انا متفتحه على الحياه، ما حدا علمها انه الشيء غلط، كثير غلط، ممكن يوديها لمطارح بايدي. اني علموها انه لا، اوعى تعملي هيك، اوعى تعملي هيك، وبقتلك وبعمل وبطلع، هيك الاهل بيفكروا يعني انه اوعى وما اوعى. فالبنت بتروح تبعت الصور، لانه خلص ارتاح بكلبها، فبتبعت الصور مثل ما هي، بيروح عند اصحابه دغري فرجيهم الصور، شوف. ف شباب بيتداولون بين بعض، تنفضح البنت، او انه الشباب ما بيتداولون بين بعض بس بيعملوا حركه اذكى، وهي الحركه انه بيروح شاب من بيناتهم بفوت لعندها ببلش يتغزل فيها مره تانية، ويزيد تغزل ويزيد ويزيد ويزيد، وبعطيه صور. ما حابعت لك، ليش بيبعت لك صور؟ لانك بعت على اكس صور، وبفضحك وبعمل وبطلع وبنزل، تنصاد بالطريق بخلقتها، بدها تبعت صور. شاب ورا شاب، شاب ورا شاب، شاب ورا شاب، حست حالها صارت بمجتمعنا كلمة كتير مقرفة اسمها شرموطة. ف بعد الموضوع بدها تلجأ لمطرحين، يا اما بدها تطلع من المجتمع بالمره لينسوها، او انه بدها تلجأ مخدرات او كحول، الاثنيناتهم بيودوا لهلاك مش حنحكي فيه، او بدها تنتحر. وتنتحر وشي كتير بشع، ما حيخلصك من شي الانتحار، مش حل الانتحار، ولا مره كان حل الانتحار. الانتحار بالعكس هو شي ابشع، ابشع من الاشياء اللي عم تحسها. انت بتكون خايفين تخبر اهلك اح ما يزعلوا ويأذوك، تقوم تأذي حالك، فهالشي كتير غلط، وما حتطلع من الدوامة اللي انت فيها. الانتحار شي كتير ما بينحكى فيه يعني، غير قابل للنقاش. وهلا الاهم،
نحن بمبدأ أو مطرح بلبنان بالذات، نحن بثورة، ثورة فكر، ثورة بدنا نغير خلص. نحن بدنا نكون النواب والرئيس، هي المجتمع، هيدا الجيل بده يكون النواب والرئيس والوزراء، بيكونوا كل شيء. بس ما حدا بيرضى إنه أنا مش مستعد كشاب، أنا من جهتي مش مستعد إني فوت أغير وأعمل وأطلع أنزل، شيل سراق حط مغتصب، أو شيل سراق حط متحرش. في عنا هون مجتمع نحن بفكر من الزنار وبالنازل، بالطالع لا. الله عطانا هون 5 سنتي، 3.5، 5 ما بعرف. الفكرة من الموضوع إنه هون فينا نشغله، هودي إذا استعملنا منهم 50% منهم، نحن قادرين نغير العالم، مش لبنان بس، ولا قادرين نغير بس مجتمعنا، نحن قادرين نغير العالم. بس نحن خلص ما عندنا غيره، بدنا نهتم بس بهالاشياء. فبتمنى من كل شاب يتذكر انه عنده اخت، لانه ما فيش حدا عم يفكر بالعرض، يعني بطل في مبدأ فيش احترام للبنت، انسى، عند البعض، واللي هو البعض اللي هي الاكثريه، يعني فيش احترام ابدا للبنت، فيفكر انه ما حدا مسيش بداره. بدنا نعرف انه بكره حيجينا بنت وحتتعرض لهالموضوع، او بكره مرتك يمكن تكون متعرضه لهالموضوع، او بكره اختك صغيره حتكبر وحتتعرض لهالموضوع. الموضوع ما تتخيلوش مسحة ابدا، الموضوع مش فضة رغبة ابدا ابدا، الموضوع كتير بشع ومنه اقليمي، الموضوع ابدا مش اقليمي، منه داخلي، الموضوع كتير واسع، الموضوع بالعالم كله منتشر، وخصوصي عنا العرب. اهلي ربوني بمبدأ ما اغلط مع ولا بنت، صحيح كلياتنا بنقطع بتجارب يا خيي، وكلياتنا بنشوف حالنا زلم بهالموضوع، وكلياتنا فتنا وغصنا وغلطنا، بس اخرتك توعى. ليش بتكون، والمشكله انه كل المتحرشين عم بيكونوا كبار مش صغار، مش ولد، الولد بعده ما فهموا انه الموضوع، الولد شايف يمكن فيديو البورن كيف فيه، لا لا مش هيك المواضيع، مش مواضيع اولاد، مواضيع شاب عمره 20 لل 25 لل 30 عم توصل عم يتحرش ببنت عمرها 14 15 16 لل 18. ليش يا خيي؟ ولك كيف؟ شكرا كثير للي حضر الفيديو، شكرا كتير، بتمنى الفيديو يبعد كتير، يبعد كتير وينفهم، لأنه الموضوع أبدا مش هون، الموضوع منتشر بالعالم كله. وبتمنى من كل بنت عندها شاب قريب تعرفني أو ما بتعرفني، فيا تجي تحكيني، أنا هالسنة كتير متفضل على المواضيع، فيك تجي تحكيني وأنا بحاول بشتى الوصل إني وصلك لمطرح ترتاحي، أو أي شاب، أي بنت تعتبر شاب قريب لإلها محل ثقة تروح تخبره تفهم الموضوع، يقف حد بالنهاية ما لنا غير بعض. وإذا بدنا نلجأ لأهالينا، مش الكل أكيد، لا مش الكل، بس أكترية الأهل شوي هيك منغلقين، فما حيتفهمونا، وممكن نوصل لمطرح عليك نحن كمان، نحن وأهلنا. فبليز البنات فكروا شوي قبل ما تعملوا الشغلة، فكروا شوي، حرام بنات عم تخسرها أهلها من ورا هالموضوع. بس الموضوع مش سهل، بدي ادخن الامور لاوصل لمطرح اني انتحر. ليش؟ وللشباب، ما حدا مسيش باب داره، كلنا متعرضين، كلياتنا، كلي قد ما تكون زلمه ما فيك بهالموضوع، ما فيش زلمه، ما فيش ايه بطلع، ما فيش. وشكرا كثير.